أعرف بك أطمئن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكنه الجنن مقيما. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من بك أطمئن، برنامج روحاني بنتكلم فيه عن مبادئ مع الله، مبادئ مع الناس، مبادئ مع النفس، مبادئ نعيش بيها ونتعايش بيها في الحياة. النهاردة حلقة خاصة جدا عن ليلة القدر. كل فترة في حياة الإنسان كل واحد فينا محتاج لمرحلة يجدد فيها إصراره، يجدد اختياراته، يجدد فيها طاقته. ليلة القدر هي عودة للفاعلية مع الله، عودة للفاعلية مع الله، مع الناس، مع النفس. ليلة القدر هي ليلة ليست للآخرة بل للحياة. ليلة القدر هي ليلة غسيل الأرض، غسيل النفوس. ليلة تتنزل فيها الملائكة، والملائكة لا تتنزل إلا بالخير. إيه سر ليلة القدر؟ سر ليلة القدر حكته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: أكثري فيها من الدعاء وقولي: اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. تعالوا نشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها عشان يقولوه في ليلة القدر. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. الحديث كله بيدور حول كلمة واحدة بس، هي العفو. العفو في اللغة العربية يعني المحو والإزالة والطمس. لا يمكن أعفو إلا وأنا راضي. ربنا بيعفو عن عباده في ليلة القدر. العفو. ليلة القدر ليلة للفاعلية مع الله، ليلة للفاعلية مع الناس، ليلة للفاعلية مع النفس. تعالوا بينا النهاردة نبدأ بأول حاجة مع الله. ليلة القدر عودة للفاعلية مع الله. تب إلى الله. الليلة دي ليلة كلها خير، ليلة غالية علينا لأنها غالية على ربنا. ليلة القدر اوعى تضيع لحظة فيها. ليلة القدر فيها خير كبير جدا. ليلة تتنزل فيها الملائكة، والملائكة لا تتنزل إلا برحمات وبركات، حشود من السماء إلى الأرض. ليلة إجابة دعاء. تب إلى الله وارجع إلى الله وكتر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في واحد أعرابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل يغفر الله لي؟ قال: نعم، إن تب يغفر الله لك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وزلاتي؟ قال: وغدراتك وزلاتك. فمش الأعرابي من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبكي بيقول: الحمد لله الذي يغفر الغدرات والزلات. واحد أعرابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي بنفسه: هيحاسب الناس بنفسه؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، وابتسم الأعرابي. فقال النبي: مما يبتسم الأعرابي أنت بتبتسم ليه؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. هي دي مميزات الكريم. مفيش كريم أكرم من ربنا عز وجل. ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا رحيم. تب إلى الله وارجع إلى الله. ليلة لعودة الفاعلية مع الله. درب نفسك على دعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تخيل بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نتحرى ليلة القدر. قال: تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان. ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان. تخيل بقى أن ليلة القدر هي ليلة لغسيل النفوس وغسيل الذنوب. اوعى تضيع لحظة واحدة بس في الليلة دي. هي ليلة للفاعلية مع الناس. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الدعاء اتكلم عن العفو. الحديث كله بيدور حول كلمة العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اعفو عن الناس، سامح الناس، اعفو عشان ربنا يعفو عنك، سامح عشان ربنا يسامحك.
النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حديث جميل جدا بيقول: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله للظالم: أعطه مظلمته. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء، ما عادش باقي من حسناتي أي حاجة، لأن العملة يوم القيامة بالحسنات. فلو ظلمت حد، لو أذيت حد، هياخد حقه منك يوم القيامة بالحسنات. قال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فقال الله عز وجل للمظلوم: ماذا تفعل ولم يبقى من حسناته شيء؟ قال: يا رب إذن يأخذ من أوزاري، ياخد بقى من الذنوب اللي عندي شوية. فقال الله عز وجل للمظلوم: انظر ماذا ترى؟ فنظر فرأى قصور من ذهب ومن فضة. فقال: يا رب لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ الحاجات دي لمين يا رب؟ قال: لمن يملك الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال: عفوك عن أخيك هو الثمن. قال: يا رب إن كان الأمر هكذا فقد عفوت عنه يا رب، عفوت عنه يا رب. فقال الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. عودة الفاعلية مع الناس، اعفو عشان ربنا يعفو عنك. أي واحد ظلمك، أي واحد اتكلم عنك بكلام ما حصلش، أي واحد ضايقك، أي واحد جه عليك، اعفو يا ليلى للعفو، اعفو عشان ربنا يسامحك، عشان ربنا يعفو عنك. هي ليلى للفاعلية مع النفس، كتر من الدعاء. يا ليلة إجابة الدعاء، كان سيدنا عمر بن الخطاب يجي في رمضان وشهر رمضان يجمع الناس ويقول: أيها الناس كلكم مني في حل، كلكم مني في حل، أنا مسامحكم كلكم. ليلة إجابة الدعاء ركز بقى على 5 دعوات هي أمنياتك للسنة الجاية، لأن في الليلة دي تقدر مقادير الخلائق، مقادير الخلائق بتقدر في هذه الليلة. ابني بقى أحلامك، شوف بقى أنت محتاج إيه السنة الجاية، وركز بقى على 5-6 دعوات ركز عليهم في الركوع وفي السجود وفي وقت الفطار وفي التهجد وفي القيام وقبل صلاة الفجر، ركز على الدعوات دي. اوعى تنسى نفسك من الدعاء، ركز على الدعاء في أوتار العشر الأواخر. احنا خلاص في ليلة مباركة، ليلة للفاعلية مع الله، مع الناس، مع النفس. اوعى ان انت تضيع منها لحظة، ليلة والله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. والله العظيم شهر رمضان هيعدي من بين ايدينا وانت ما انتش عارف انت، يعني ربنا هيطول في عمرنا وان احنا ندرك رمضان القادم ولا لا، وهل هندرك ليلة القدر ولا لا، لكن احنا بنعمل اللي علينا وبناخد بالاسباب ان احنا نتقرب الى الله عز وجل. اوعى تضيع بقى لحظة، واوعى تضيع ثانية في الليالي دي. اعمل خير، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فعل الخير في ليلة القدر، وشوف القرآن الكريم ان ربنا بيقول خير من 1000 شهر. يعني ايه؟ عبادة الليلة دي تساوي عبادة 84 سنة. مين فينا يضمن ان هو يعيش 84 سنة؟ ولو حد ضمن ان هو يعيش 84 سنة، هل ان هو ممكن يضمن ان هو يقضيهم في الطاعة وفي العبادة في 84 سنة؟ تخيل بقى ان انت لو تصدقت لله وادركت ليلة القدر، كأنك تصدقت لله لمدة 84 سنة. تعمل خير انك تبتسم في وش اخوك المسلم او تبتسم في وجوه الناس، مش شرط بقى مسلم او غير مسلم. تخيل بقى يتكتب في ميزان حسناتك انك بقيت مبتسم في وجوه الناس وبقيت بتعامل اخوانك في الاسلام واخواتك في البشرية بتعاملهم باحسان لمدة 84 سنة. انك تبوس ايد امك في الليلة دي يتكتب انك بقيت بار بامك لمدة 84 سنة. مين فينا يضمن ان هو يعيش 84 سنة؟ ولو ضمننا اننا نعيش 84 سنة ممكن تقضيهم في الطاعة وفي العبادة وفي القرب من الله. اذكر الله عز وجل، ركز بقى على اذكار جميلة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لنا. ركز بقى انك تذكر الله، انك تقرأ في كتاب الله عز وجل، لان لو صادف الخير ده ليلة القدر كأنك عملت الخير ده لمدة 84 سنة. ليلة القدر ليلة غسيل الأرض وغسيل النفوس. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام. تعالوا بقى ندعي بدعاء جميل في الليالي الجميلة دي، نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ده مبدأ النهاردة، بكرة إن شاء الله مبدأ جديد. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.